سير بلاصتك ما بقيتيش تعرف الاستاذ قال لي انت خسر دوك الدرس ديالنا بركه بالتفليه بركه باللعب يلا بغيت الدرس ديالو ويتنضع عز وجلال تعقلوا على عز وجلال ضربني بالالم هو يضرب يا بنيتي يا عزه واش هنا بالمصريه ولا ضرب المصريه شي دراسه كانت بالمصريه شويه ديال الدارجه قالت له ضربني عبد الله التكالي قال لها علاش قالت له حيت البارح ما كانش عندنا القرايه وكان عندنا نص نهار خاوي وقال لي يا الله بنا نتقابل سوا في الشمس والنور والهواء اخوات المصريين كترمي الفوق كيحبوا عنده كيمشي كيش كيخرج عندنا حنا بنت المصريين عارفين كندخل الدار كاين ها هما ولينا كنديروا الغدا بحسابهم المراه جايبه الطاجين وبركة اشهدوا اشهدوا غيطيح الطاجين الله يهديك قال لها سي عبد الله التكالي شكون بغيت تكون انت في ملك الله يلا خرج معايا ولا تضرب شكون انت؟ وين عبد الله التكالي وقاد الخويت مات ديالو وقاد شعرو قال له بغيت تعرف شكون انا؟ قال له شكون انت؟ بلا الا بشر عندي قلب عمر ان تكون خطر ما تبقاش تحقق بيا ما تقول حتى كما انا ضد الحكمه واعطي بالقسمه مكتب في اللحظه عليا ها ولا عشق عزيزه جلل بقى حولا راه دلل الا كان العصايه كلها حلال وما كتعرفوا واش باغي يغني ولا باغي يقول شي حق ما عرفتش باغي يدير وهاد الايامات الشعر الاغنيه اللي خرج كيغنينا فيها التاريخ وفين افلاطون ومول الزيتون وبحمدو اللي كيبيع الطون او ولا كينعس بالغنى ديك الدار اللي في الدوره دور معاها وتلقى خط او ولا غنى ولا شنو ديرنا بلان ديال الدار البيضاء خدام في لاجون سيربان وتبعوا الاعمال الحلو الاعمال الحلو اجمل ما فيه انه نهار دخل المغرب باغي يعطس ما عطش ديرها ملي كيبدا يغني وحنا حنا شادين معاه الله مو بغي يعطس تا هو اللي مشى المدينه اللي مشى دار البلانات ديال المدن كل يوم ما خلى الشام المدينه اللي مشى دير البلان ديالها خدام مع وزاره التخطيط عبد الله التكالي انا ما غاديش نعطيك غير عقوبه انا غادي نعطيك عقوبه وغادي نعطيك صفر وغادي نزيدك ويقول انا الحلا يزيد كثر درم درم الحلا يزيد كثر انا عيت 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 اصبر ويلا نويت سقطني قولها 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 ألف باء ناجم حاء ألف باء نجم حاء ألف باء ناجم ألف باء ما تخلعش ديروا راسكم فيا أنا يا En tout cas, merci beaucoup, vous êtes extraordinaire. Merci.